واحد عنده 62 سنة شغال ورا الرقصة كل يوم في الأفراح وأي حد بيجيبه في الفرح بالفلوس، بقى سوبر ستار وبقى ميجا ستار ولسه مش قادر ينسى إنه هو عوالم. لما يطلع منه حاجة غلط، ما تبقاش غلط يا جماعة، انتوا اللي بتدوا الناس أكبر من حجمها. الرجال مواقف. واحد زي لعيب الكورة يال مشهور قوي الغني قوي، بيعمل إعلانات بيبسي ومش فارقة معاه وما تكلمش ولا كلمة عن غزة ولا عن أحوال الناس في مصر. واحد زي اللي بكلمكم عنه دوت عوالم برضو بيعمل إعلانات بيبسي عادي هو، ولا كلمة عن غزة ولا كلمة عن مصر. الاتنين كل واحد فيهم ايه، بنا جامع عمل مستوصف، ده دكتور مصطفى محمود اللي ما جاش ربع ملايينهم وفلوسهم عمل مستشفى في المهندسين بقالها 50 سنة بتعالج الناس ببلاش وفلوسه ما جاتش ربع فلوسهم، وقايمة بالمجهودات الذاتية ومستشفى من أنظف مستشفيات مصر كلها اللي هي مستشفى دكتور مصطفى محمود، قايمة على الخير والخير ممتد حتى بعد الراجل ما مات، رغم ان فلوسه ما كانتش زي فلوس لا بتاع العوالم ولا بتاع الكورة. فانتوا يا جماعة بتعملوا للخرى سعر محدش يقارني بيه الله يخليكوا. يعني واحد بيقول لي انت ما تجيش رباط جزمته. لاحظ ان انا اخصائي اجتماعي، مصلح اجتماعي، بعمل حاجات تفيد الناس، بتكلم في ازاي تسافر، ازاي تنمية بشرية، ازاي خدمة اجتماعية، ازاي تدير اموالك، ازاي تفتح مشاريع صغيرة، ازاي تبدأ حياتك. ناس كتير ربنا جعلني سبب انه ناس كتير بطلت موضوع الختان لبناتها بالذات في السودان، وظهر اول قانون لمنع الختان في السودان بسبب العبد لله، ربنا جعلني سبب لده، انا ماليش فضل في حاجة. فمن احيا نفسا كأنما احيا الناس جميعا، لان العملية دي بتموت الختان للإناث، وفي ياما بنات ماتت وبنات اتشوهت. فبكل بساطة ربنا جعلني سبب ان انا يا جماعة يعني الحق اطفال من الموت، واهليهم غيروا رأيهم بسبب فيديوهات من بتاعتي. ناس كتير تصلح علاقاتها فانا يعني علاقاتها بازواجها بسبب فيديوهات ثقافة جنسية. ناس كتير في امريكا دلوقتي ربنا جعلني السبب، فيديو عملته سبب لعائلات كتير قوي تغير حياتها ومستقبلها، وشباب كتير وصلوا امريكا واوروبا النهاردة بسبب الفيديوهات. انا بقالي 12 سنة على السوشيال ميديا صاحب 800 فيديو. فبالله عليك ما تقارنش ما بين اخصائي اجتماعي او مصلح اجتماعي وحد اي حد يقدر يجيبه بالفلوس يغني ورا رقصة في فرح بالليل النهاردة. ولما جماعة العساكر جابوه في افتتاح الاوتيل بتاع ترايمف ولا معرفش اسمه انتصار ولا اسمه ايه، كان زعلان عشان جايب بلاش، بس لو كان انا لأ كان اتضرب بالجزم. فهو اصلا مش قادر ينسى ان هو عوالم. هو اصلا بصوا العيب لما يجي من اهل العيب ما يبقاش عيب. فبكل بساطة انتوا اللي بتعملوا للخرى سعر، ارجوكوا فرقوا ودوا الناس حقها بمعنى الكلمة. شوف مين بيحاول ان هو يساعدك في حياتك يغير حياتك، ومين كل همه مصلحته الشخصية. الشعب جعان مش مهم، الشعب بيموت مش مهم، الشعب في السجن مش مهم، الدنيا غالية جدا مش مهم، في ثورة في البلد ماليش دعوة، اغني لكل الانظمة، اتبرع لكل الانظمة، المهم مصلحتي تكمل. لما يبقى واحد اصلا ناقص، انا اسف ان بيقول، هتقولي ما انت كمان عوالم وطلعت مع رقاصة، هقولك انا كنت عامل كده فرفان مرة مرتين في العمر، صاحب 800 فيديو، انا في منهم واحد او اتنين فيهم رقاصة، انما ده مش مكسبتش منهم فلوس لان هم ما عليهمش اعلانات. وفي نفس الوقت دي مش شغلتي بتاعت كل ليلة، يعني انا مش هو كل ليلة بيغني بفرح ورا رقاصة يا اما عامل حفلة. النقطة النهاردة كام ليا فيها قد كده، المدير اعماله بيمضي وبياخد الفلوس بتاعته تاني يوم الصبح حطها في البنك. البني ادم ده احنا اللي عملناه، جيل الثمانينات جيل التسعينات، احنا اللي انا اول واحد اشتريت شريط لما كان بتلاتة جنيه 75 واربعة جنيه، ميال وشوقنا وحبيبي. هو كان لذيذ في البدايات، كان دمه خفيف، دلوقتي سخف قوي لما يبقى عنده 62 سنة وباين عليه العمر ويقف يهز وسطه ويترقص. الموضوع بقى يعني دمه تقل، حتى الجيل اللي هو عمله اللي هو جيلي خلاص التمانينات والتسعينات خلاص ما عدناش بنسمع عن البني آدم ده وبتاع. فلما يطول على جمهوره أو يشتم أو يمد إيده أو يضرب أو حاجات كده، العيبة لو جت من أهل العيبة ما تبقاش عيبة. لو سمحتوا ادوا الناس حقوقها، اعرفوا مين اللي بيشتغل علشانكو، مين اللي بيقول كلمة حق، ومين اللي بيطبل لكل الأنظمة. ما تقوليش ده انت ما تجيش رباط في جزمته، لا الحمد لله انا ما عنديش ولا قرش حرام، هو كل فلوسه حرام. حتى لو اتكلمنا على المستوى الشخصي، بناته بنشوفهم كلهم على الانستجرام وعلى البتاع،
مش هتكلم عن حياته الشخصية لأن كلنا عارفين تربية ولاده عاملة ازاي. الموضوع سيء جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت أرجو ان انتوا تبطلوا تعملوا الخرا سعر وتقدروا الناس اللي هي اشتغلت عشان المجتمع زي الدكتور مصطفى محمود، الدكتور ابراهيم الفقي رحمة الله عليهم، الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. الناس دي ما وصلتش في فلوسها لربع فلوس الراجل ده ولا فلوس التاني بتاع الكوره، ومع ذلك ليهم مواقف مشرفه ورجال وناس قالوا كلمه حق وماتوا بشرف وعاشوا بشرف وما دخلش جيبهم ساق حرام. الانفلونسرز نفس الكلام، والاخصائيين الاجتماعيين نفس الكلام، مصلحين المجتمع نفس الكلام، الناس بتشتغل في تنظيم المجتمع نفس الكلام، الجمعيات الاهليه نفس الكلام، الناس اللي بتشتغل لبلدها، الناس اللي بتشتغل للشعب، حتى لو هي بتخش في مشاكل وبتتعرض لمشاكل جامده، ارجو ان انتوا تديلهم حقهم وتبطلوا تعملوا للخرا سعر. الله يخليكم. فبالله عليك انا الحمد لله ما عنديش ولا قرش حرام، لو هتقارني بيه انا كسبان، لانه الموضوع ان انا اغنى منه بكتير قوي. انا ما اقدرش ازل نفسي ورا رقاصه عشان استنى النقطه كل يوم، هو مهما بلغ من فلوس لسه جعان مع الاسف. بطلوا تعملوا الخرا سعر. شكرا، والحمد لله ان انا ربنا عافاني من القرف ده وما دخلش السكه دي. سلام.